نادي المواهب لمديرية الثقافة يشعل شمعته الرابعة، فضاء لمع عشاق الحرف والكلمة ووضعهم تحت دائرة الضوء للتحليق في سماء الأدب. ترون المشاركة مهمة من مختلف مناطق ومن مختلف بلديات الولاية، وهذه فرصة لإخراج المواهب واكتشافها للجمهور الكبير. عشرات المواهب مرت من هذه المنصة وهي اليوم تقرأ شدوى القصائد. سعيدة بها وأتمنى أن تحل أفاق أخرى أكبر من هذا الأفق الرائع. استفدت من نادي المواهب الأدبي، دخلت إليه كموهبة بسيطة، تطورت هنا مع نقد الأساتذة. مواهب التفت حولها أسماء أدبية، كانت الكلمة الجميلة وصناعة الحرف ملاذ الجميع. شفنا مواهب يعني كانت خامن، فكانت يعني هذه اللقاءات اكتشاف لهذه المواهب، ومنها من تبوأت الصدارة وأصبحت يشار لها بالبنان. هي طيور قدمت من كل ربوع الولاية، دأبها أن تحلق في عالم جميل اسمه القصيدة.